سيدة مؤيد، مساء الخير. كيف ترى هذا الاستقبال لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في العاصمة البريطانية؟ هل يعني هؤلاء النشطاء لهم ما يكفي من المبررات للقيام بما يقومون به من احتجاج وملصقات وغيرها، أم أنه يعني مناكفات لا طائل من ورائها كما يقول ربما البعض؟ سيد الكريم، الفعالية التي يقوم بها اليوم النشطاء السياسيون والحقوقيون هنا في لندن هي غير مسبوقة. على حد علمي لم أرى ولم أسمع في فترة من الفترات أن هناك استقبال بهذا السوء وبهذا العدم ترحيب بشخصية معينة تزور بريطانيا كما يحصل لمحمد بن سلمان. وبالتالي لا يجب أن نسأل ماذا فعل محمد بن سلمان، وإنما نقول ما الذي لم يفعله محمد بن سلمان. هذا الرجل لم يترك شيئا يسيء للقيم والمثل والإنسانية إلا وفعله، بداية من حربه في اليمن وعدائه لكل الدول العربية، تدخله في شؤون كل الدول العربية تدخل سلبي، لأن يعني هناك تدخلات إيجابية وتدخلات سلبية. بالتالي محمد بن سلمان يضع الأمة أو يضع الأمن القومي العربي في مفترق طرق، إما أن يمشي مع المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة، وإما أن يمشي مع رغبة الشعوب في التحرر من هذا المشروع. بالتالي محمد بن سلمان يقدم نفسه كذراع قوية لتنفيذ وتطويع الدول العربية لتنفيذ صفقة القرن، لتنفيذ الرغبة الأمريكية الصهيونية لكي يتم المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة. الكل يعلم ذلك، وبالتالي إضعاف الدول، إفقارها، بث المشاكل فيها، التدخل العسكري لإضعافها، كل هذا يصب في مصلحة المشروع الأمريكي في المنطقة. محمد بن سلمان يقدم أوراق اعتماده لإسرائيل ولأمريكا بالتقرب بذبح الدول العربية بإخوانه، يذبحهم واحدا واحدا، تمام، ليقدمهم للرضا الأمريكي. أما على مستوى الداخل السعودي فالإصلاحات الشكلية التي لا تتواءم مع طبيعة المجتمع، مع تركيبة المجتمع السعودي، هي ما يعطي مؤشرات أن هذا المجتمع قابل للانفجار في أي لحظة. لا يمكن أن يعني تخضع مجتمع لمدة 60 عاما في يعني عصور الصحوة يعني ما تسمى بين قوسين بالصحوة، وهي الزخم الديني الرهيب الذي كان يبث من على المنابر وفي كل مكان، وكانت نتيجته التنظيمات المتطرفة الموجودة في كل العالم، ثم تأتي بخلال سنة واحدة أو أقل من ذلك لتقلب الموازين رأسا على عقب وتحضر المغنين والمطربين والعباءات ليست لازمة والمرأة تقود. هذا الشيء يعني هذا عبارة عن رنج، عبارة عن سمكرة خارجية لأمر مقلق في الداخل. يعني أنا من وجهة نظري أن الأمور قابلة للانفجار في السعودية، ولكن تحتاج إلى ترتيب الأوضاع، لأنه ما هكذا تصلح المجتمعات، وما هكذا يتم الانفتاح، وما هكذا يتم المواءمة ما بين العمق التاريخي لمجتمع ما وما بين ما تريد أن تفعله من الإصلاحات على المستوى البعيد. طيب يعني لكن لموضوع اليمن حتى ننظر لماذا محمد بن سلمان غير مرحب به. يا سيدي، هذا الرجل بتقرير الأمم المتحدة وليس بتقرير خصومه. الأمم المتحدة كمؤسسة دولية وهي التي يكتسب منها الغطاء السياسي، تقول نتيجة، تقول مثلا مجلس حقوق الإنسان في جنيف أن السعودية مسؤولة عن سقوط 67% من مجمل من سقطوا في اليمن. وفي تقرير آخر تقول أن السعودية مسؤولة عن سقوط 70% من مجمل من سقطوا في اليمن. لماذا تتدخل السعودية في اليمن؟ لماذا هذا القتل؟ طيب لنقول أنها نسلم جدلا أنها تسعى وراء الشرعية وتعيد الشرعية، وهذا الكلام كلام فارغ، وهي شرعية زائفة من وجهة نظري ولا أساس لها أساسا. إذا ما دخل المستشفيات، الجسور، المصانع، البنى التحتية، المستشفيات، المدارس، الرافعات في هناك فديدة ضربت، يعني لم يبقى شيء ما ضرب في اليمن. هل هكذا تعاد الشرعية؟ وهل هكذا يعاد؟ ولكن سيد المؤيد، يعني سيقول